أنا إنسانة متمردة على كل شيء يضع نفسه بيني وبين نجاحي. مرحبا واضح، معك ليديا ثابت، كاتبة، شاعرة، روائية، ممثلة مسرحية ومعلقة صوتية. في تنمر واحدة، بل تعرضت لآلاف القصص من التنمر على شعري المجعد، على نحافتي، على لون بشرتي السمراء، على طولي، على قراءتي للشعر، على تفردي في المجتمع، على كل شيء. صدقا عانيت في الحياة، وكلما كنت أسقط لم أكن أنظر إلى الغبار الذي لطخني أو إلى الجرح الذي كان ينزف، بل كنت دائما أتقدم إلى مستوى أكبر لأجعل من انتقم مني بالتنمر يذرف دما لأنتقم منه بالنجاح. روايتي جريمة ضابط الشرطة، حتى في الإهداء كتبت: إلى ضحايا الحب الذين يعانون في صمت ولا أحد يعترف بالنيران الغير مرئية التي تحرقهم. كتابي أنا يلمس كل شخص عانى مع عائلته، لم يجد التحفيز، التشجيع، لم يجد البيئة التي يجب عليه أن يكون مبدعاً فيها. لا تنتظر أن تكون البيئة حيزاً لتشجيعك، بل أنت من يجب عليك أن تصنع هذه البيئة، وهذا ما فعلته ليديا ثابت. أنا في الفصل السادس من كتابتها، تعالج عدة قضايا في المجتمع، عدة قضايا اجتماعية لا أريد التطرق إليها إلا إذا صدر الكتاب، لأنني لا أريد أن أقتل عنصر التشويق. لا تيأسوا، لا تفشلوا، لأنه في نهاية النفق لابد أن يكون نور يضيء كل عتمتنا. طموحي ونجاحي ورغبتي بالنجاح لا حد لها، غير مقيدة تماماً. أنا لا أملك حداً للنجاح، أنا إنسانة متمردة على كل شيء يضع نفسه بيني وبين نجاحي.